ودلوقتي جمعتنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله ال 27 من الدوري المصري والجوله ال 28 المؤجله من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وهيجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة. وبيعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني، شعارها مساحات مشتركة من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن. النهاردة هيعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. النهاردة برضو هينظم المعهد الفرنسي بالإسكندرية لقاء مع الكاتب والباحث وليد فكري ضمن سلسلة ندوات حول الحضارة القبطية، مرحلة مجيدة من تاريخ مصر. الندوة بتأتي ضمن سلسلة ندوات في الحقب التاريخية المختلفة عن الحضارة المصرية القديمة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها المصري مع أسوان الساعة 8 بالليل. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 28 المؤجلة من عمر المسابقة، هيلتقي ليفربول مع فولهام الساعة 10 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي مانشستر سيتي مع ويست هام.